هذا أقول لكم بكل شيء كنرحب بجميع الإخوان اللي زارونا المقر ديال الجامعة، وهذا راه شرف كبير. كنرحب بكم جميع، لا صحفيين ولا الإخوان ديال حقوق الإنسان. في الحقيقة كنا كنتمناو يعني تزورونا في واحد الظرفية اللي تكون أحسن من هذه، اللي نتحاوروا بها ونبلغوا ما كيخصنا في هذه الجهه هذه. هذه هي الاولى، لان حنا منطقه بعيده عن المدينه، راكم كتعرفوها انتم الاخوان الاغلبيه ولاد تازه، والمنطقه ديالنا بعيده. كل ملي كنقولوا بعيده راه بعيده على جميع المصالح وعلى جميع يعني اللي غتمنوا المنطقه. بالنسبه لهذا المشكل هذا اللي واقع، صراحه حنا تفاجئنا به واقعي، لان تمخض عن واحد العدد ديال يعني ماشي جا مشكل وحليناه صافي، يعني جا واحد العدد ديال الامور. اولا بالنسبه للشركه، انا ماشي من تكبير باش ندافع على الشركه، ولكن نهضروا الواقع اللي كنتعاملوا به في تراب الجماعه مع الشركه. الشركه كتعرفوا شاده الترونسو ديال ما يسمى داك الشطر الرابع ديال اكلون القسيطه في الطريق التثنيه، الطريق السابع، الطريق المزدوج. اوتوماتيكمون هما الشركات ملي كيشدوا شي بلاصه كيقلبوا على مقالع فين يخدموا قرين، كيبقاو مقالع. دابري الدراسات ديالهم لقاو هاد المقلع، كانت في البدايه لقاو المقلع في الارض ديال اللي تابعه للدومين فوريستي والطرفل، لان الدومين فوريستي ما عندو واحد اجراءات كثيره كدار. وثانيا هما عندهم بالنسبه للدومين فوريستي كيقول لك ودي حنا هاد المنطقه هادي عندنا حتى تنسيب ناسيونال، يعني ما يسمى بداك الاماكن اللي هي محميه طبيعيه. كراو هما على المواطن، شدوا ارض ديال شي مواطن كراو عليه، تعطى لهم الاخر، دوزوا لكوميسيون بروفينسيال، تعطى لهم الاخر، تعطى لهم الرخصه، تعطى لهم الرخصه، وتعطى لهم حتى الرخصه ديال لي تيدان باك. كتعرفوا باش دير واحد المقلع كيطلبوا منك واحد الدراسه ديال البيئه هي الاولى. بداو الخدمه، حنا تتفاجئنا من الاخوان، يعني المواطنين كيقطعوا باغيين ما كيقولوا ما طلعوش. علاش؟ كاين مطالب، كيقول لك اودي الطريق ديال هذه اللي كتطلع للمقلع. حنا نهار الاول فاش هذا السيد هذا جا يدير المقلع، قال لك اودي حنا يعني من عنده هو على حسب الاخر، كيقول لك انا من عندي انا، ما دخلش في المارشي ولا شي حاجه، كيقول لك انا من عندي انا غادي نصاوب الطريق ودروني من المركز حتى للدوار. يعني هذا خدا عليه وعد، وفعلا حتى في الاول حنا كنا ماخذين عليه لا شي حاجه كتابات ولا لازم، ولكن ما تزيرت الامور ولا دار التزام كتابي كيقول فيه، وكيدار فيه حتى ليفاليسيون شحال المشروع باش يتقام عليه، تقريبا واحد 5 مليون ديال الدرهم باش يدير الطريق، يدير الطريق بودروني. العراقيل اللي وقعت ان يمكن ما الاخوان راه عارف سميتو السي فتاح وسي بلال اللي هما اعضاء ديال المجلس، اللي كانوا خدمنا على واحد الحاجه كامله، كان شي حاجه حنا غنحاربوا بها، نحاربوا بها من داخل المجلس ماشي من الشارع. حنا كنمثلوا الساكن، حنا هنا دورنا ندافعوا على هاد الناس. هذا ماشي راه ماشي ما ما الا كان السكينه ضايعه نوقفوا، ولكن ماشي نوقفوا من اجل التوقيف وصافي. نهار الاول المقاوله طلبت من الساكنه، قالت له ودي عطيو لنا الارض، المولي الارض من هو مراته بلال عنده الارض، عطاوه لا ما عطاوش لنا، اسمح لي ماشي مشكل، خدموا بدون ما تقاطعوهم، يعني خدموا وكان زوج وكان قاطعتوهم، مع ان غرض اللي عطاهم راه عطاهم، واللي ما عطاهمش راه ما خدمولوش، خلاو الطريق هكذا كما كانت. يعني الطريق كانت فيها الاخر ديالها التوسعه ديالها تقريبا فيها 4 متر ولا حاجه، وكيطلب 6 متر، 6 متر باش بحال نوسعها وندير البودرو. كاين اللي خلاهم يخدموا في البلاد ووسعوا، وكاين اللي ما خلاهمش راه في ارض الواقع. كنتمنى تطلعوا تشوفوا يعني هذه من جهه. من جهه ثانيه الشركه كتقول لك اودي الطلبات ديال الاخوان كيقول لك يديروا البودرو دابا باش تكون يعني الالتزام ديالهم راه واقعي. هذا مطلوب ما معقول، ولكن ملي كنهضروا مع الشركه كيقول لك اودي الا درناه دابا راه غنهرسوه بالكميات ديالنا، ما يبقاش صالح، يعني خليونا نشتغلوا وملي نقربوا سالي وحنا الالتزام راه عندنا راه غادي نديروا القدر اللي كاين الدوار، نديروا القدر ونديروا القدر. كان مطلب ديال واحد العدد ديال الاخوان كيقول لك اودي زيد لنا شي شويه لواحد الجامع تما ديال الدوار، قال لك ما كاين حتى شي مشكل نزيدوا. ولكن اللي يعني مؤخرا
اللي هو سميتو هو التوقيف ديالو. حنا تتفاجئ انا ما كنتش هنا اصلا كاع كنسمعنا راه التوقيف وعيط داك النهار اللي كيهمني الامر انا هما الممثلين ديال الجامعه عيط للسيبيل ولا عيط للسيف تاعك قول لهم كنستفسر ودي شو مشكل شي حل احسن من هو لان التوقيف شويه صعيب على كتوقف الاشتغال راه كاين حوايج اخرين كاين حقوق ديال الغير ماشي ديالنا حنا المواطن كيقول لك ودي الجماعه ما انا اللي سمعت انا ان الجماعه حنا ما حنا ما كيبطلناش رئيس الجماعه حنا ندافعوا على حقوقنا بيدنا وخير دليل ان حتى واحد ما جاني يشتكي انا كنت كنتمنى من الساكنه ديالنا يجيو يديروا اعتصام هنا في باب الجماعه ديالهم هي اللي كتبطلوا يديروا هنا وهنا ما لان حنا ديك الساعه غادي نعيطوا طبعا نتصل على الوسيله اللي هي الداخليه اتصلوا على السي العام عيطوا للتجهيز التجهيز هو اللي عندنا حنا المخاطر ماشي الشركه التجهيز هو اللي عطاها الرخصه اللي غناقشوا التجهيز غنقول له ودي طلع ندير كوميسيون طلع ودي راه كاين الضرر وقف هذا هو اللي يعني مروا من المسائل اللي هي قانونيه ما نوصلوش لهذه الحاله هذه دابا السكان في جهه وحنا في جهه كمجلس كجماعه كرئيس نقول لها بوحدي كاع ماشي مشكل والحالات اللي راه وصلت انا كنسمعوا راه الدارات دير هذه لونكيطه تحسوا شنو وصلت لهاد الامور كاين حلول نجلسوا لها الدار نتحاوروا عليها ماشي مشكل كاين التزام مكتوب عندكم التزام مكتوب مصور من داير جبل 30 بعد دابا راه شافوا راه شافوا السي فتاح التزام قلت لك كان فيه شي غلط عاود له كان فيه شي غلط عمر الا كان ممكن دفتر التحمل ولا شنو فيه لا دفتر اول غير اسمح لي استاذ معقول ملي كنقولوا دفتر التحمل كنقولوا مارشي كنقولوا مشروع هذا ما عندوش دفتر التحمل هذا بغى يدير انت بغى يدير الخير في سبيل الله بدون يعني ما دخلناش في شي مشروع ماشي هذه الطريق هذه هذا راه خاص انا كنتكلم على استغلال المقلع استغلال المقلع عنده الاخر ديال لوتوريزاسيون من التبي هما اللي كيديروا مع دفتر التحملات ديال سميتو شحال يدي للجماعه شحال يدي للاغور شحال من طول يخرج هذا واش كنقول راه دفتر التحمل ديال الطريق ولا ديال المقلع لا هذا الاستغلال استغلال شنو هو المقابل ديالو ما كاينش شي استغلال لا كاين لا استغلال كيدي ضريبه للجماعه عنده لي كونتيتي اللي غياخذ من تما ان التروا ديال بارطون لان كاري على الخواص راه هذا ديال المقلع ديال الخواص لو كان ديال الدوله عنده 6 دراهم في المتر كيوب ملي ديال الخواص كيخلص 3 دراهم في المتر كيوب للجامعه ولكن كيمشي يديها للتي بي والتي بي كيدخلوا عندنا بحال ملي كيدار شي مشروع ديال القطع ديال الاشجار الغابويه كيخلصوا من الغابات وهي اللي كتدخل للجامعه هذا هو القانون دابا السمر اللي حنا سمعنا للساكنه هو انه العملية ديال التفتيش ديال داك الجبل كتتم بواحد الطريقة عشوائية عبر استعمال الأطنان ديال المي اللي كيترتب عليه واحد الانفجارات اللي هي ضخمة وغبار اللي هو مرتقب عبر الفيديو بواحد الشكل اللي هو خطير ترتب عليه أضرار بيئية على المستوى ديال الأشجار ديال الساكنة ولا الفلاحة إضافة مجموعة ديال الأطفال ما بقاوش كيسمعوا مزيان الإضافة أن المدرسة قريبة لهذ التفجيرات هذه وكيكون ضرر للتلاميذ الفرشة المائية حتى هي مهددة هادشي أنتم كرئيس جماعة اللي كتحملوا المسؤولية كمنتخبين شنو رأيكم في هادشي هذا؟ لا حنا ماشي شنو رأينا شنو مثلا واش هادشي راه كاين في الواقع كنقولوا راه كاين أمراض كاين الناس يعني ما بقاوش كيسمعوا راه هذه حالة خطيرة كاين شواهد طبية ماشي مشكل نتحطوهم على ارض الواقع باش نلقاو حنا ما عندنا حتى شي حاجة في يدينا اللي دار شي شواهد طبية راه مخبعها في دارو ما جاب لنا شي حد شي شواهد طبية يقول لك اودي راه فعلا الناس راه ضروا جات شي اضرار ديال الاشجار يقول لك اودي حنا الاشجار ديالنا نديرو كوميسيون ونخرجوا الفلاحة ونخرجوا راه كاين الاخوان راه كنقولوا كلشي مسير خصها بالقانون حنا ماشي ضد السكينة ديالنا حنا مع السكينة ديالنا ولكن نشوف اطار القانون دابا حاليا من دابا من اليوم نبداوها الا كاين الاضرار نتصلوا بالقنوات اللي هي مسؤوله على هذا الشيء هذا واذا وصلنا انا كان اللي كنقول انا راه عندنا المخاطر ديالنا حنا في هذا الاخر هذا هو التجهيز حنا الا كان الاضرار الروبوتين نعيطوا للتجهيز باش التجهيز يسحب الرخصه باش يوقف السيد العام كاع نهائيا الا كان هذا الاضرار بالنسبه للديناميت اللي ديناميت باش كتعرفوها انتم كتعرفوها على المستوى الوطني الديناميت راه كتخرج لجنه كيضرب فيه الدراك الطاقه والمعادن يعني راه ما كيفجرش ما عندوش الحق يدي كي لافارت ما عندوش الحق يدي بالنسبه لاجراءات الحمايه واش كيديروا الصالات الحمايه هذا اللي دارت اللي دار شوف اللي عنده في الكيت شارج اللي عنده في الكيت شارج ديال داك المقلع انه ملي سالي
غادي يشجر المحيط ديال داك المقلع كله يشجر وتبقى الارض ديال الزرع الحمايه كيكون صريح حمائي في تقول له الجدار دارك علاش مشاو تما راه دارك مشاو تما من اجل باش ما يتقاس حتى شي واحد باش يفاكيو الناس كلهم يبعدوا الاخر الطاقه المعادن اللي كتحضر كتعبر تعبر الطوناج ديال ديال داك ماشي الطوناج كتعبر الماء ديك الماده واش ما غاتاثرش مثلا دير شي انفجار كبير كيعبروه يعرفوا شحال راه كيديروا حتى حاجه كتكون اللجنه هذه هي الاجراءات الحمائيه والجماعه متبعه هذه المسائل ما دخلتش في اللجنه ديال سميتو انا من بعيد كانت لان كاين كيتشارج كيطبقوه. لا بزاف ممثلي السكان. انا كنقول السكان يتشكاو مثلا وثم من تعتبر السكان خصكم انتم اللي تكونوا قرابين للسكان. لا سمحتي لا لا ولا سمحتي لي انا ملي كنقول لك انا رافضك انت ما كتمثلنيش كي بغيتي انت يكون رد الفعل ديالك. انا رافضك دابا انت كتمثل قوة القانون. لا قوة القانون. قوة القانون هو رأي الجامع. انا نقول لك واحد الهضره. راهم تما السكان منفصلين على جوج غير على القضيه ديال واهلا لا كاين اللي كيقول لك اسيدي حنا ما خصنا بودرو ضد لان ناس اخرين قالوا البودرو هنا فين وصلنا وما كانش التواصليه قبليه مع الشركه مع الجماعه طبعاً البدايه نتاع المشروع مع الساكنه ربما كانت تاهلت الساكنه ب تواصل يعني مع الجماعه وهذه ويحطوا المفطر تحملات واشنو غيديروا لكم وهذه المسائل ربما ما يكونش هذه المشكله. لا من البدايه شوف ملي جا السيد يدير سميتو المشروع راه انا قلت لك كان عنده اشكال مع المياه والغابات وما دارش عند المياه والغابات ومشى كرع المواطن. دابا هادشي السي عمر الا سمحتي لي هذه النقطه اللي بغينا نتكلم فيها هو انه علاش المياه والغابات رفضت وما يسمح لي نكمل. المياه والغابات لانه تمثل الدوله رفضت انه يتم الاستغلال ديال المقلع في الارض ديالها في حين ان مواطن بسيط يتم الاخذ ديال الارض ديالو بطريقه خصوصا ان السيد امي ثانيا ما استعنش بمحامي وما تمش التوعيه ديالو انه يستعن بالقانون باش انه يحمي الحقوق ديالو وبالتالي كاين شكوك في حتى في العمليه اللي دارت كلها عاد نزيدوا بها ملكيه الارض واش ملكيته ولا ملكيه ديال واحد اخر مجموعه ديال الشوائب اللي كتحيط بهذا الملف هذا. بالنسبه للمياه والغابات، المياه والغابات هذا البلان اللي عندنا الفوق ديال هذا الجبل هذا حاليا مازال ما تفاليداش عندهم محفظ. اللي كيكون هما واحد الحاجه مازال ما حفظاش عندهم كيصعب عليهم باش يكريوها وباش يستغلوها. ثانيا هذه المنطقه كلها الجبل ما يسمى بجبل القرع وصلت تقريبا حتى لسيدي عيسى اللي كتسمى محميه ايكولوجيه. واحد الوقت راه كانوا داروا على واحد جاو داروا واحد السياج باش كيجيبوا الغزال يجيبوا هادي روحوا حافظوا هما على هاد المنطقه بهاد الطريقه هادي انهم يديروا فيها حتى شي ولكن بالنسبه للاخر الترخيص ديالو راه ترخص من طرف اللجنه الاقليميه اللي ما قاعده سيد رئيس المحترم كيترخص السيد العام ماشي حنا اللي كنرخصوا زعما كيقولوا الحل خصنا نعرفوا بعدا فين هو الضرر باش نحلوا راه حنا ممكن نوصلوا الناس نوقفوه ماشي مشكل انا ما عندناش ما سمعتي الضرر مشكل انا الضرر سي عمر ولكن السيد الرئيس الضرر هو انه المقلع الدار في واحد المكان اللي اهل بالسكان المقاليع كدار في مناطق لان كاينين الديور شتي ولا ما شتي كاينين الديور دايرين وكاين المدرسه ابعد من المقلع ب 800 متر واه 800 راه بعد راه شتي راه مول الملك ساكن حدا المقلع وهو بيدو يعني كاين ساكنة اي ولكن فين باش ضر شي حد انا كنقولوا نكونوا واقعيين يعني باش نهضروا لا ماشي كندافع على انا باش لا باش اللي عارفين المقاليع كتكون بعيدة لا باش ندافع على السكان سي عمر اللي عارفين المقاليع كتكون بعيدة على الساكنة هو علاش انا بالضبط انا اذا سمحتي لي انا مشيت هزيت عند الاخر عند الاخر لان حنا عندنا الوصاية راه كتعرفوا القانون واضح انا الدور ديالي الوحيد هو دابا نهز الاخر وريقاته ونهود عند السيد العام نقول له الله يخليك وقف لي هذه الشركه هذه راه كدير لي السكري يقول لك عطي لي الاسباب
هذه الشركه راه مرخصه، شنو هو الاسباب باش نوقفوها؟ ماشي بقاو نعطيو له فاك الاسباب اللي هي موضوعيه، كنقولوا شواهد طبيه خصنا نقولوا ها واحد ها واحد العدد ديال الناس راه مرضان يشهر، راه حلناهم مثلا على نكونوا واقعيين، حلناهم على سميتو على المستشفى راه الناس ما بقاش تسمع، كنقولوا الاضرار ديال سميتو ديال الاخر ديال الاشجار كاينه كاينه الفلاحه، الناس غتخرج دير فعلا تقوم، راه حتى الجبهه راه كيديروا له التقييم في هذه الجبهه، حتى الجبهه بيدو راه كيديروا له التقييم باش 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 يعوضوا الناس. اما لا علينا كنقول لكم كل واقع باش كلنا نعرفوها، راه حنا راه الا دخلنا تما كسميتو ولينا ندخلوا حتى ما بين الساكنه، راه كاين اللي راه باغي تما راه هذاك المعلم والمحكمه الكاسيه واش بغيتو تخرجوا لينا على رزقي، حنا باغي نكري راه كرا لهم مباشره اليوم ومرش على الجماعه، لو كان الجماعه اللي كرات يا ودي هذا مثلا ستون دومين ديال الجماعه يا ودي نقولوا ودي راه فعلا راه نوقفوا هذا الشخص السيد في ملكوشه نقولوا ليه حنا الى نصبوا عليه ولا ما عرفش كيفاش يزبيتو، حنا ما عندنا ما ماشي الدور ديالنا اننا سميتو كان هو الناس الناس شدوا الفلوس ما عرفنا حتى ما لا وما توصلتو حتى شي شكايه من الساكنه بالدار ما عندنا لان كاين ضرر عليه، انا بزاف باش كنهضر قدام الاخوان ماشي زعما الاخر، الا كان جا شي واحد اي واحد غير واحد يجيب لك ودي راه قلنا لك نوط وقفنا لا راه موجود باش ما بغيتش على الاخر. من الناحيه السياسيه انت مفروض عليك على انك تكون جانب جانب راه ما داروا من جهه السكان قالوا لنا على ان سمعوا ولا تلقاو تعهدات ديال الشركه على ان ممكن من بعد يعاونها ما يحفر لهم حتى ديال في الصندل الملكي، هذا عنده شي تعهد مع شي واحد هذا اللي سمعنا دابا انا كنعرض عليك شنو سمعنا في المصاري، واش ما كاينش من قبل واش ما درجتيش ولا كاين امكانيه على ان في دوره عندك استثنائيه ولا شي حاجه راه المساله الاستثماريه ديالو المشكل ديال واش ما درجتيهاش في ضمن الجدول ديال الاعمال ديال الدوره، وعلى انك تحاولوا لا تحاولوا الان مادام على ان الشركه كاينه وعلى ان الاستثمار ديالها كاين، هي من طبيعه الحال الشركه جايه تربح، ولكن ديك الجهه خاصها تربح حتى هي معها الطريق خاصها تكون بالمسائل، وهاد المسائل هذا ديما وقانونيا هذه المساله كانت تدرج في الدوره ضمن جدول نقطه من النقاط ديال جدول الاعمال ديال الدوره، والتوافق ما كتبقى فيها لا معارضه من حيث كيتعلق الامر بالمصلحه العامه، ما كتبقى لا معارضه ولا اغلبيه. احنا كنا كيف كيف كاينش معارضه كاينش كنوقفوا في صف واحد في نقدروا نغلطوا جميع نقدروا نديروا الصح جميع، انا ماشي كنلومو ما كنلومش انا الاخوان انا في التصوير انا اللي لمتهم عليه كنقولها قدامهم وغنقولها لهم ان كنا نحاربوا من داخل المجلس نخليو الساكنه فعلا هما لان كيمثل عبد الفتاح كيمثل هذاك الساكنه ماشي نحيدوا هذا القانون هذا سميتو، ولكن كان يجي ونخرجوا جميع نطرقوا البيبان يا ودي رجع السي عبد الفتاح وقال لي يلاه تمشي معايا قلت له لا انا ماشي شغلي يعني هذاك الساعه راني نقصت من الاخر من العمل ديالي نمشي معاه واخا يكون غلط نمشي معاه مشو مستعد مشي معنا حتى العامر غدا نصبحو تما دابا ماشي ما عنديش ما عنديش اشكال دابا كاين توظيف سياسي لهذا المشكل شي اطراف يقدر يقدر ما نقولوش يقدر سميتو الدور الطب السياسي جينا طريق المعايير ديال الطريق واش محدده لا اش المعايير ديال الطريق واش هذه العرض والطول واش هذه واش اللي وعدت به الشركه اللي وعدت به الشركه كيقول لك اودي نديرو 6 متر البلاد الطريق ما كانش فيها 6 متر طول 6 متر لا العرض 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 6 متر من البدايه حتى النهايه شحال ديال الطول حتى توصل حتى للمدرسه شحال تقريبا كانوا شي 5 كيلومتر ولا شي حاجه وعطاه 500 مليون باش ما كتقيموش دابا بان هاد الاعتصامات اللي دايره الساكنه وهاد الوقفه اللي دايره الساكنه وهذا الرفض نتاع الساكنه واش هذا ما كتحسوش به بانه ضرر يعني انه مضرين يعني هذا مش ما كافيش باش تدخلوا نتوما كرئاسه الجامعه باش تشوفوا هاد الضرر على الاقل تفتحوا الدراسات نشوفوا مع هاد الساكنه واش مضرورين بهاد التفجيرات واش مضرورين بهاد العمليه باش ما تشوفوش على الاجراءات غني نضيف السي جواد كان اجراء نضيف نسولك حنا على هاد الامور لا عارف قلت لك غير نضيف هذا باش تجاوب في مره نضيف هادشي اللي ذكر السي جواد هو انه كاين مجموعه العرائض والشكايات اللي توجهت للجهات الرسميه رئيس الحكومه
شكايات غير ربما انت انا اللي الاخر شكايات وصلت للعامل الاقليم الجمعيات الحقوقيه يعني الناس صيفطوا الشكايات ديالهم لجميع الجهات. واش ما كتعتقدش بان هاد العرائض كافيه باش ان رئيس الجامعه ديال تيزي وسلي يقول بانه هاد السكينه عندها ضرر وخصني نوض دابا ونمشي واخا الناس كيقولوا بانه انت ما كتمكنناش ولكن القانون كيلزمني انني انا كنطلب ونشوف لهم هاد المشكل ديالهم ونحلو. لا شنو نطلب من ديالهم في الشركه؟ ماشي فوق الشركه حنا دابا كنمشي مع لا واخا ماشي قانونيا مثلا لا ماشي توقيف حتى انا راه قادر احقاق الحق دابا الناس باش نتفاهموا الناس كيقولوا بان كل اللي طرحت واحد الامور ان غير التبذير اللي كيقولوا بان الطريق مثلا غادي نديروها والكاميونات يحفروها واش غادي يدير المزربيه تما غادي تندار الطريق يعني الا ما يدوش عليها الكاميون بلاش ديرها شويه يعني مثلا الطريق التبرير اللي كتعطى بانه خصي تالي باش ما يضيعوهاش يهزوا الكاميون. ما كيداش القدرون في الواقع يعني ماشي القدرون اللي كيدار دابا التثنيه ولا غيدار تما ديال 20 سنتيم. فوالا وهذا هو التخوف في السكينه كيقول لك حنا غادي يدير لنا غير شي. ما كاينش هذا اصلا ما كاينش في الاخر هذا راه كيطلب ما يقدرش يديرو بعدها. ماشي قانوني راه خصو. ماشي قانوني حتى 6 متر وماشي حتى البيسر ديالو ما صرخش باش يدير تما على التراب راه خصو. خصو واحد العدد ديال سميتو يعني غير كاين غادي يدير الطريق لا غادي يدير الكودرون اللي كنا كنتمشاو عليه من هنا تلتازا كل ما يدير هذا واش ما مزياش هذا يعني غير خيريه منو غادي يدير هذه العمليه هذه هو شاف انه غيستافد حتى هو راه قالها قال لك شفت انني غنستافد من هذا المقلع وهذا ما فيها بس يعني نفيد الناس يعني نفيدهم انا نرجعوا غير للايكام ملي كنقولوا ديروا واحد السيد مشى له البيرد لنا راه الاخوان راه ملي كيمشي لبيرد الماء كيجي يتشكى الناس اللي شي واحد عنده بيرد الماء بجوج واحد الناس فيها نقول لهم راه السيد غورتو الماء ديالو الوضو حفروا له البير راه ما تلقيناش شي جاي من شي حد لا اسمح لي لا ما يمكنش انا نجي عندك للدار نقول لك واش مشى الكلمه ولا ما مشاكش ما يمكنش نجي نقول لك اودي راه الدري عندك في الدار مريض راه قال لك اللي كضروا الدرس كيقلب ماشي كنقول لك بالعكس غير نبلغوا لنا حنا انا اللي كنقول يمكن بان الاخوان انني انا خصني ندير انا كنتسنى واحد الحاجه قانونيه اللي نوقف بها الشارع. هذه ماشي انتقادات ليك انت ولكن حنا كنا ولاد العربيه ولكن الان فرض عليك انت عمليه التواصل تقنيه التواصل ديما تكون مبادره منك. ما هما شوف واسمح لي انا نعطيكم هذه واحد الهامش ونتمنى هذه ما تنفجاش. انا مشيت للدوار جراو عليا من تما. عندك يتقبلها شي رئيس جامعه والاخوان ديال المعارضه عارفينها الناس المعارضه لا تقبلهاش دي عمر لان لا هذا الخير شي بحال تكون ولا تاكل العصابة كيفاش شي لا واش فين وصلنا واش هادي لا واش هادي باش نخدموا حنا هاد البلاد لا ولكن شحال هادي الديمقراطيه واش هادي لا شويه انا حتى حنا ولاد البلاد وولاد هاد المنطقه وما نشكيوش بضرنا حتى حنا راه مساكين بحال عباد الله. شفت لك شوف عرفت اللي ما خصكش المفروض دابا كنفتحوا ماشي كنناقشوا حتى الاسئله المفروض في رجل السياسه ما نقولكش هذا الشيء كتعرف هذا الامر هو اللي كيتقبل كاع الضربات ويحولهم لا عند تصالح ولا عند تواصل معهم. انا نعطيك شوف انا راني شوف راني رئيس جامعه استاذ صالح راني رئيس جامعه هنا وافتخر بها مع هذه القبيله ماشي زعما لان قبيلتي وخوتي راني 18 عام وانا رئيس جامعه صابر الجميع ما كاينش اللي يقدر يصبر الناس ديالنا ماشي كنكرههم لا اسمح لي الناس ديال الجبل كلهم هكذا دايرين ماشي غير احنا ماشي غير احنا المجتمع المغربي مجتمع واحد صابر الصبر صبر ايوب خدام بالليل والنهار قريب ساعه صابر اليوم جميع الانتقادات ديالو كيسبني السيد وكنرجع عنده يعني انا ما دابا نطلع عند الساكنه ونجلس معاهم ولكن حنا شنو وقع لنا؟ انا مؤخرا بحال تقول الناس ما كيقولوا انا كنسمع في الشارع كيقولوا انت حنا رئيس الجماعه ما عندنا ما حتى شي علاقه ما كاين لنا ما حنا الشركه توقف. سي عمر غير هو من ناحيه واحد الناحيه اي رئيس جامعه كيما كان عنده شركه الجماعه ديالو المفروض عليه انه يوقف مع الساكنه. ماشي مع الشركه. الطريقه اللي عبروا بها الساكنه الان وهما معتصمين وداك الشيء راهم كيصرخوا كيقولوا باننا مضرين
يعني يقدر ما يعبرش هو مثلا بطلب راه البير مشالي ولا ولدي دات له شهاده طبيه وما جبتها لكش، يمكن هالتواصل ما تشدوش عنده، ولكن خاصك تشوف هذه العمليه نتاع ان عندك وقفه احتجاجيه، عندك اعتصام، عندك هذا نتاع السكينه، خاصك تدخل وتقول يمكن كاين ضرر، ما نخليش هذه الشركه تبقى مستمره في ضرر نتاع السكينه، تحل هذا المشكل هذا، يعني انت عندك الساروت الحلال. هذا هو لا انا المفروض مزيان اللي تملي الداري هذا الاخر هذا نقدر خصني نخدم عليها. واكل انا كنقول اللي كنقول انا هاد الشركة هادي شركة أجنبية، شركة ما نقولش أجنبية، شركة مغربية، ولكن بالنسبة للمنطقة شركة. واش أنا غادي نجي مع الشركة الساكنة؟ لا بالعكس. لا شنو الهدف ديالنا حنا من هاد الشركة؟ اسمح لي كيفهموا لا ولكن بالعكس حنا كجماعة حنا عندنا الربح حتى مع الشركة، عندنا الربح مع المواطن، عندنا الربح مع شنو هو الربح مع الشركة، وغندخلوا ندخلوا موارد ماليه للجماعه، وراها طريق للجماعه، وراها مواطنه، وراها ندخلوا سميتو. وثانيا نسهلوا راه الشركه الا سمحتي لها استاذ راه كتساهم حتى في التشغيل ديال بنات المنطقه، راه واحد العدد ديال الاولاد وهادشي خفي عليا المسلمين راهم خدامين معاها، راه خدامين معاها. غير انا اللي كنقول وكنكرر يا ودي حنا بالمجهودات ديالنا ماشي غير انا، يمكن انا غلط عارف، ولكن معاهم معايا في المجلس نجلسوا بيناتنا نجلسوا ونتحاوروا وفعلا الى ولكن نكونوا يعني مسؤولين على الاخر ديالنا، ماشي غير اللي جا هذا دور احنا كاع بلا باش مشكل دور احنا مشكل دور احنا رسميا احنا يتحل هذا المشكل نحلوه بطريقتنا بيناتنا. ملي كندخلوا المواطن راه لا ما يتقال على المواطن، ملي كنشوف تما بعض المواطن لا علاقه لهم بديك المنطقه اصلا كاع ماشي من تما كاع، كنقول لك انا ضايع فين انت، انت ماشي من تما كاع نكون واقعي، ولكن ملي ندرسوها حنا بيناتنا غادي طبعا غادي نعدوا المطالب ديالنا. انا ما كنهضرش مع الشركه مباشره لان الشركه ما محقيش انا نوقفها، انا عندي المخاطر اللي كنقول لك راه المخاطر هو التجهيز، التجهيز عطاها رخصه حنا عاود حنا حتى التجهيز ما يمكنش نحاوروه مباشره عن طريق السلطه الوصيه، وراه الاخوان راهم كيتناقشوا يوميا مع القائد، ذاك القائد هو السلطه الوصيه على الجماعه، الا كان القائد ودي شاف ان نقص ديال الجماعه يقول لهم يقول لهم انتم نقصتوا على الرئيس ديالكم ولا كيف. بس عمر ككلمه اخيره، انت بصيرتك رئيس ديال الجماعه في وجود شكايات ديال المواطنين نجيو نحلوها، اي في وجود اعتصام ووقفه في احتجاجات ديال الساكنه، انت كرئيس جماعه الان في كلمه اخيره ماذا يمكنك ان تقدم للساكنه؟ يجيو يعرضوا المشاكل ديالهم وحنا موجودين مستعدين ندافعوا عليها حتى النهايه، ولو يطلب الامر حنا نوقفوا هذه الشركه وهذا المشروع هذا كله. 是。